يعطيكم العافية شباب، إن شاء الله تكونوا كلكم بصحة منيحة. راح نكمل درس موحد الموجة عن الدايودز اللي كنا بلشنا فيه نهار التنين. نحن نهار التنين بلشنا درسنا نصف موحد الموجة أو موحد نصف الموجة اللي كان السيركت تبعه هو عبارة عن دايود واحد، وفي موحد الموجة الكامل اللي كان بهذا الشكل اللي كان فيه عبارة عن دايودين. الفرق بيناتهم هو بالاوتبوت، بالنتيجة. لما يكون موحد موج واحد هذا الشكل اللي بيشتغل، اللي بيعطيني اياه شكل الموج الاوتبوت. هو فكرة موحد الموج على طول انه هو الدايود، نحن مثل ما حكينا بيمرق التيار الكهربائي الكرنت باتجاه واحد وبيلغي الاتجاه الثاني. فلما بتكون عم نحكي عن تيار متناوب بالاتجاهين، رح يسمح باتجاه ويمنع الاتجاه الثاني. هذا بالنسبة للي بنعرفه نحن عادة، هذا لما نستعمل دايود واحد مثل ما شايفين بهاي الصورة، هذا اسمه موحد الموجة، موحد عفوا نص الموجة. بيشيل النصف السالب وبيخلي يعني النيجاتيف وبيخلي النصف الموجب، فبيصير عندي شكل الإشارة مثل ما شايفين هلا، شكل الموجة، نص الموجة بس بضل معنا. أما لما بستعمل اثنين مع بعض، شرحنا كيف بالصف، قلنا نحن الاوتبوت أو هاي الصورتي هي اللي بتهمني. بنصف الموجب بيبقى التيار جاي من فوق، بيوصل بيمرق بالدايود دي 1 بيكمل اتجاهه ليوصل لنقطة سي، ما رح بس يوصل لهون، ما رح يجي من ينزل من هاي النقطة لأنه في دايود دي 2 بوجهه، رح يكمل من هون وينزل نزول بقلب الريزيستنس ار ال ليوصل للدي، ومن الدي بده يرجع يكمل لهاي النقطة ويطلع لبر. هاي بالنسبة لأول نص من الموجة، فرح تعطيني الاوتبوت تبعها هيك. هلا بالنسبة للنص الثاني اللي هي من تحت، فبده يبلش التيار من البي اللي هو هلا ممثلينه هن بي اي برايم، يعني تاني تيار. هذا التيار تبع النصف السالب. خلينا نشوف شو بصير فيه. بيوصل للدي 2 بيكمل هي اي برايم، وصل لهي النقطة، هيك ما راح يقدر يرجع لانه في دايود دي 1 بوجهه، مضطر يروح مثل اول تيار صوب السي بيرجع ينزل بنفس الاتجاه بالريزيستنس ار ال، عشان هيك حاطينهم هيهم الاي والاي برايم مع بعضهم بنفس الاتجاه بهاي الار ال، وعشان هيك انا باخذ الاوتبوت هون وبكمل بنفس الطريقه وراح يرجع يطلع من النص. فصحيح هون عم بيعكس اتجاهه، مره عم ببلش من نقطه اي مره من نقطه بي، بينما انا اللي بيهمني هون انه سواء بلش من الاي بده يمرق بالار ال نزول، ورجع بلش من البي مرق بالار ال كمان نزول، فرح تكون الاوتبوت لإلي نفس الشيء بالمرتين. كانت وحدة بوزيتيف مبلشة من الاي وحدة نيجاتيف مبلشة من البي، اثنيناتهم الاوتبوت تبعهم مشوا بنفس الاتجاه فاعطوني اثنيناتهم بوزيتيف او نصف دورة موجب. فحولت من هذا الشكل لهذا الشكل بقلب هاي الريزيستنس لانه جبرتهم يمشوا بنفس الاتجاه. فهالمرة شكل الجراف هيك بيكون، كان هيك وبدها تكمل من تحت الموجبة بتضل مثل ما هي، والسالبة مش بتنعكس مش بتلتغى مثل ما صار هونيك بهديك السيركوت لما كان في دايود واحد، لا هون في دايودين. اول دايود رح يمرق الموجب، الدايود الثاني رح يعكسها للسالب ويخليها كمان تصير موجب، فبدل بحصل على هاي الاوتبوت بدل ما احصل على هاي الاوتبوت اللي فيها فراغ. هلا رح ندرس ثالث نوع اللي هو بالعربي بيقولوا له القنطرة او البريدج بالانجليزي، بريدج دايود، اللي هو مؤلف من اربع دايودات دي 1 دي 2 دي 3 دي 4، قريب للحالة اللي بيكون فيها دايودين. هي اول حالة، بس هون ما في عندي خط بالنص بيمرق بين الاي والبي التيار. كمان نفس الشيء عنا النصف الموجب رح نرمز له بي اي، والنصف السالب رح نرمز له بي اي برايم.
وبدنا نشوف كل واحد منهم شو الاوتبوت هون. بالنصف الموجب بالاول، بالنصف الموجب لما يطلع التيار من نقطة A بيمرق، هذا هو الاي، هي وصل لعند النقطة هون، في قدامه ديودين، ديود دي فور ما رح يمرق فيه، فاذا كملنا بهذا الاتجاه رح يوصل لهذا الديود دي وان، تقطع فيه، عم ميز النصف الموجب كله بالازرق لحتى نميزها، ونص السالب بعد شوي رح نميزه، رح نرمز له بالاحمر. كمل الديود هون باتجاه اي، وصل لنقطة سي، نزل نزول مثل ما شايفينه على نقطة دي، رجع كمل بهذا الاتجاه، بعدنا عم نحكي عن الاي، لوصل لهون، طلع طلوع وكمل، وصل لهاي النقطة. هلا بهاي النقطة اكيد هو ما رح يرجع من نفس الديود على نفس النقطة اللي اجا منها، فاجباري بده يكمل بهذا الطريق عند الدي 3، يوصل لهاي النقطة ويكمل بهالاتجاه صوب البي. فاذا الاسهم الزرق اللي رسمناها كلها هو الطريق تبع النصف الدائرة الموجب، نصف الدورة الموجب عفوا، من الاي بهالاتجاه هون دي 1، بعدين كمل نزول بالار ال، فاعطاني هذا الشكل الاوتبوت تبع اللي انا بدي اياه. رجع من الدي راح وطلع لهون. هون في نقطة مهمة، انه اذا اجى من نقطة اي وبرا ما رح يرجع نقطة A، مستحيل، لا بدي يروح على تاني نقطة اللي هي البي. هذا النصف الموجب خلصنا منه. هلا بالنسبة للنصف السالب اللي هو بده يبلش من البي، راح من البي سميناه اي برايم، اي برايم، اما هداك اي بس، وصل لهاي النقطة، نفس الشيء قدامه دي 3 ودي 4، اكيد بده يمرق بدي 4 بدي دي دي 3 ودي 2 عفوا، رح يختار الدي 2 لانه دي 3 بعكسه، وصل لهاي النقطة. هلا اكيد ما رح يقطع بدي 1 لانه كمان بالعكس، فكمان مجبور يكمل مثل ما كان الاي، الاي اجى هيك والاي برايم اجى هيك، اثنيناتهم رح يكملوا صوب السي. وصل على السي بده ينزل كمان نزول، فلاحظوا السهمين بعدهم بنفس الاتجاه، لهالسبب رح نلاحظ انه الاي برايم مثل الاي لفوق، لفوق، يعني دائر نصف دورة موجب، فنصف الدورة الموجب ضل مثل ما هو، اما نصف الدورة السالب تحول لكمان لنصف دورة موجب، وكمل بهذا الطريق الاي برايم، وصل على الدي كمان رح يكمل بنفس الاتجاه الاي برايم، شوفوا ليوصل على هاي النقطة ويطلع. هلا العملية مثل ما قلنا من شوي عن الـ A، رح نقول عن الـ B، انه لما يوصل لهون، طيب هذا التيار اللي عم نحكي عنه الاي برايم بلش من الـ B، انطلق وبرم هيك، اكيد ما رح يرجع على الـ B، لا هالمرة رح يكمل بالـ D4 على الـ A ويرجع باتجاه الـ A. فبنرجع بنعيدهم على السريع، البرمة الاسهم الزرقاء هي الـ I اللي جاي من الـ A، نصف الموجب وصل لهالنقطة كمل، نزل نزول بالسي، رجع راح وبرم وطلع من البي. هلا النصف الموجب اللي هو جاي من البي وصل للاي برايم، طلع لهون على الاي، كمل على السي كمان، نزل نزول ورجع طلع من جهة الاي. لهالسبب النصف الموجب ونصف السالب بيعطوني هودي الشكلين، نصفين موجبين. كل هاي العملية نحنا عن انه كان عندي انا تيار متناوب، يعني زائد وناقص، انا بدي الغي الناقص كله وخلي بس الزائد، مثل ما قلنا لما كان موحد نصف الموجة بالديود واحد خلينا بس النص اللي فوق، هلا هون عكسنا النص اللي تحت، بس بالحالتين الهدف الرئيسي انه انا عم شيل كل شيء ناقص وخلي التيار باتجاه واحد، لانه انا بدي احول من اي سي متناوب لدي سي مباشر. اول شغلة بدي خليها بدي اعملها هي انه الاي سي هو اتجاهين، اما الدي سي اتجاه واحد. فاول خطوة هي اني تخلصت من كل شيء موج، كل شيء عفوا سالب. هذا التيار كان عندنا بهذا الشكل، وصلنا لمرحلة قلنا دي 1 ودي 3 سمحوا بالموجبة اللي هي اول نصف من الدائرة. هلا النصف السالب من الدائرة ما راح يمرقوهن الدي 1 والدي 3، راح يمرقوهن الديودين الثانيين، شرحناهم كيف، ومش بس هيك راح يعكسوهن، راح يخليوهن يصيروا موجب. فمحصلة
تبعي رح تكون بهذا الشكل. فإذا أول خطوة من تحويل إلى من متناوب إلى مباشر هي إنه بستعمل الديود لحتى يسمح للتيار باتجاه واحد. تاني خطوة الدي سي، انتو بتعرفوا مثل ما ذكرنا من شوي قلنا الاي سي بهذا الشكل، الدي سي لازم يكون اول شيء باتجاه واحد، وكمان تاني شيء بده يكون قيمته ثابته. طيب كيف بدي خلي تصير انا قيمته ثابته؟ انا حولته يا لهذا الشكل يا لهذا الشكل. لما استعمل ديود واحد حولته لهذا الشكل، لما استعمل ديودين او بريدج من اربعه حولت لهذا الشكل. باقي كيف بدي خليه؟ يعني هو عم يطلع من الصفر لقيمه ماكسيموم، عم جاي ينزل للصفر، كيف بدي خليه يثبت على قيمه وحده؟ بدي استعمل له المكثف او الكاباسيتر. كاباسيتر لما بيكون عم بيرتفع التيار بيكون هو عم بيخزن، لما بيرتفع بيكون عم بيخزن هو الجهد الكهربائي الفولت، لحتى بس يوقف هذا التيار بهاي المرحله او لما يبلش ينزل هون شو بيعمل هو؟ ببلش يفضي اللي عباهن. فبلاحظ انا هيك صار معي، بس بلشت تطلع من هون رجع هو كان عم بيخزن بعد ما فضل اللي عنده بيرجع كمان بفضيهن، فما راح يخلي بقى التيار يرجع ينزل للصفر، لانه لما ينزل للصفر هو بيكون عم بفضي محله. وهون نفس القصه ببلش يعبي اخر شيء بفضيهن هون، لما تنزل هاي للصفر هو بيكون عم بيعبي محله، بيستغلوا مطرح السورس، لما يرجع ينزل للصفر بيرجع هو بفضي محله. فبدل ما احصل انا على هذا الشكل الاحمر عم بحصل على الشكل الازرق، بعدين بيعملوا له شيء اسمه مثل منظم ستابلايزر بجلسه. فهي الفكره الرئيسيه لحول من اي سي لدي سي، عندي شغلتين اساسيين، اول شيء الدايود لحتى يلغي الاتجاه السالب اللي كان تحت، تاني شيء هو المكثف الكاباسيتر. ليش؟ مثل ما قلنا حتى هذا اللي فوق اللي عم بيطلع ويرجع ينزل للصفر ويرجع يطلع ويرجع ينزل للصفر، خلينا ما نخليه ينزل للصفر، لانه بدنا قطعه تكون عم بتخزن كهرباء بهذا الوقت لحتى بس تنزل هي للصفر يفضي هو اللي خزنهم اللي هي المكثف. هون بهذه الحاله كان عندنا هذا الشكل هي، اما هلا صارت الاوتبوت هي هاي، بدل ما ينزل للصفر ويضل صفر لهي الفتره. طبعا في له فريكوانسي وفي له تايم، هو بتدرسوهم بماده الكهرباء، لازم الوقت كل كاباسيتر له وقت لحتى يعبي ويفضي، لازم يكون متناسب مع وقت هذه الدوره لحتى يفضي على القد. فبدل الاشاره كانت اول شيء هيك، اول مرحله بالديود حصلت على هذا الشكل الاسود، تاني مرحلة حصلت على هذا الشكل اللي عم برسمه بالازرق فوق من بعد ما استعملت المكثف. هاي بالنسبة لحالة الدايود الواحد. لما يكون عندي دايودين صار عندي الفكرة هون، كان عندي كمان alternating، صار عندي هذا الشكل اللي شايفينه مثل القناطر، اخر شيء مع الكاباسيتر صار شكل هي رح ارسمه بالازرق كمان. ومثل ما حكينا قلنا اختيار الديو الكاباسيتر لازم يكون حسب الدوره تبع هذا تبع هاي الموجه. فحصلت على هذا الشكل اللي هو قريب كتير للدي سي، بتزبط بسهوله. الكاباسيتر له وقت محدد ليعبي 100%، وقت محدد لحتى يفضي 63% ويضل في 37%، لازم يكون هذا الوقت مناسب للدورة تبع هذه الموجة. وكمان نفس الشيء اذا استعملت المكثف الموحد او الريدرسير او الريكتيفاير البريدج اللي شرحناه من شوي، بنفس الوضع راح يعطيني هو هاي الموجة اللي مبينة، واخر شيء اللي هي معلمه بالاسود الكبيره، واخر شيء بس نستعمل الدايود راح يعطيني هاي الاوتبوت. هلا اللي بدي اياه منكم هذا شرح الدرس، اللي راح ابعت لكم اياه واتساب بوقت الحصه، و راح ابعت لكم معه
الملف البي دي اف اللي هو الشرح هذا اللي عم بشرح منه. فهيك بيكون انشرح لكم. من بعد ما تحضروا الفيديو لو سمحتوا ترجعوا تكتبوا شرح هذا الدرس، تكتبوه، هو 5 صفحات، عبارة عن 5 صفحات، ترجعوا بتكتبوه محل ما وصلتوا. انتوا وصلتوا لهاي الرسمه، اخر شيء رسمتوها. رسمنا اول شيء هاي الرسمه ديود واحد، بعدين ديودين، ورسمنا الجراف تبعهم من بعدهم. فالمطلوب منكم هلا ترجعوا تكملوا 100% محل تماما من اول هذا الملف. هذا الملف اللي هو 5 صفحات راح يرجع يكملكم اول شيء شرح البريدج اللي شرحته، ويرجع استخدام المكثف الكاباسيتر، كمان كل حاله مع رسمتها، وهودي رسمات الجراف كمان تبع البريدج. فالمطلوب منكم لو سمحتوا، طبعا هلا لما ترسموهم بينفهموا اكثر غير ما تكونوا بس عم تتفرجوا. هاي تنقلوه مثل ما هني 4 صفحات، راح تفتحوا الملف البي دي اف راح تلاقوا 5 صفحات، تنقلوه مثل ما هني. هاي اول صفحه اللي هي الدريسر، هون في عندي بنحط عنوان، انتو كنتو حاطين عنوان موحد نصف الموجة. هلا هذا الدريسر بتكتبوا جنبه بريدج، ترسموا هذا السيركوي، هودي السطرين، ترجعوا الجراف تبعهم الانبوت والاوتبوت كيف صارت، وبيرجع من بعدها دائرة مكثف التخزين، كل حالة بحالة حالة، 2 سيركت مع الجراف تبعها، 3 سيركت مع الجراف تبعها، وهيك بنكون خلصنا كل شيء، ويعطيكم العافية.